عبء إضافي تعتزم السلطات الإنقلابية وضعه على كاهل المواطن البسيط تحت مسمى رفع ضريبة الدخل. هذه الضريبة المركبة التي تفرض على رواتب الموظفين الحكوميين والشركات والتجار بواقع الضعف لتصبح 30% بدلاً من نسبة 15% المعمول بها. لا يبدو القرار مطرحاً ضريبياً جديداً، وإنما فراسة إضافية في سياسة الجباية المالية، حيث كل مصادر الدخل المالي للبلد معطلة إلا من الأعمال الحربية وما يتصل بها. أغلب دخل اليمنيين تهشم داخل المتوالية القاسية من الصراع بعد أن تآكلت القدرة الشرائية للريال اليمني، وهي معادلة أرخت بظلالها على الجميع خلال سنوات الحرب، وصولا إلى المنظومة المالية التي تداعت تباعا بما يشبه النزف البطيء بعد وصول السعر صرف الدولار إلى أكثر من 270 ريالا. من السهل على السلطات الإنقلابية توصيف ما تتخذه من سياسات مالية بأنها سياسة المواجهة والتحدي والحرب. الأصعب عليها أن توقف النزيف المتداعي جراء هكذا قرارات وأن تحمي نفسها من نتائج سياستها المالية العشوائية. من المؤكد أن تعم هذه السياسة موجة غضب عارمة في أوساط موظفي الدولة، البالغ عددهم أكثر من 1,000,000 شخص يتقاضون شهرياً 81 مليار ريال. تأتي هذه السياسة في ظل توقف المساعدات الدولية لليمن وتراجع عائدات الدولة بشكل كبير، وتعرض المؤسسات الإيرادية لعمليات نهب وفساد مالي كبير من جانب الحوثيين، الأمر الذي ولد عجزاً في القدرة على دفع رواتب الموظفين. وبعد أن شهدت الأشهر الماضية لجوء السلطات الإنقلابية إلى السحب من الاحتياطي النقدي وطبع مليارات بدون غطاء بنكي وإعادة تداول عملات تالفة، كان قد جرى سحبها.